السلام عليكم، يعطيكم العافية شباب. اليوم راح أجرب وياكم لعبة God Eater الجزء الثالث. أنا مسمي لاعبي مثل ما تشوفون شانكس. من اسمه شانكس، منو؟ شخصية بومبيز مثل ما تشوفونه. هذا هو اللاعب، لبس مأخوذ من لعبة اسمها كود إيفن شيء كذي. إنزين، فأما الظهر شركة واحدة ومتعاقدين مع بعض، وطلعت معاي يعني على ستايل شانكس. نوريكم هني ضبط اللاعب. إنزين، تختار تبي سيف واحد، سيفين، يعني مخير. شوف تصميم السيف هني. دخلنا حاليا المرحلة الأساسية. هذيلا ربعي طبعا الكمبيوتر يصير الدش أونلاين، بس حاليا ما حصلت أحد يدش معي، فحاليا داشين أوفلاين. أوكي، موتشلون دا إيمي أورتاتشي وا مو ماي أو ميتيرو كيني سيزو ني ياتتو كوري يوغو سان هاي يوروشيكو أوريغايشيماسو. وين الناس؟ شوف هو في طاقة، اللاين الأحمر هو الروح مالك، زين اللاين الأبيض هو تحركات مثل ما شفت تو تعب. أي طق أسويها اللاعب محسوبة عليه على كل حركة. طبعا لما يموت الوحش تسوي الحركة هذه أساس تاكل انت الشغلات اللي بطنه. ايش اشوفها بالارض تاخذه. حلوين حلوين، نروح عنده وناخذه. تمام، you
يعني الوحش مو ذاك الخطورة. حلو جبنا فيها اس نيوريكال. تمام التمام تيم وارك طيب. وهذا هو نظام اللعب مثل ما انتم شايفين. لعبة نظامها مشينات يعني ما هو عالم مفتوح. انا تمنيت ان اللعبة تكون عالم مفتوح لكن هي عبارة عن ميشن، لكن الميشن في نطاق واسع يعني تقاتل وحوش بسيطة ولما تنتهي من الوحش ينزل لك بوس تذبحه. من عيوب اللعبة احيانا تكون في مراحل مكررة وحوش مكررة، عرفت؟ فهذا الاشياء السلبية في اللعبة يعني. اما نظام اللعب مثل ما انتم شايفين قتال سريع وحلو والتصوير واضح والقصة حلوة نوعا ما، يعني ما عندي اهتمام بالقصة لكن كتصوير الواحد يقدر يشوف يعني. ペニーボートの権利者に対して我々がユーゴさんたちの独占権を要求し契約を締結する. طبعا هذه احنا بالطيارة ودائما نروح مدينة نقضي على الوحوش اللي شفتهم توا. ユーゴ。あなたそれを分かって言っているのよね。キャプテン。俺たちが切り開いた航路上を。権利。手放せばそれなりの金額になるだろう。ふ、あ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 
وياكم الفيديو هذا، حبينا بس نجرب وياكم اللعبة بشكل سريع. إن شاء الله تكون عجبتكم اللعبة. يعطيكم العافية على المشاهدة، أشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة. مع السلامة.